هو بالحقيقة ترتقي قضية تايوان والعودة إلى الصين، ترتقي إلى مستوى التقديس من قبل الصينيين، ولكن هل تصل إلى مستوى أن يتبنى الصينيون خيار الحرب؟ يعني في تقديري هذا أمر مستبعد جدا. لا زالت النهضة الاقتصادية للصين لن تكتمل بعد، وبالتالي لن يقدموا على حرب قد تطيح بمرتكزات نهوضهم. هم أساسا لفترة عقود كانوا يعانون من مجاعة، ما كانت عندهم هذه النهضة الاقتصادية وهذه الثورة الاقتصادية التي جعلتهم يحققون قفزات. فبما أنهم الآن في مسار اقتصادي، لا توجد دولة تؤمن بمبدأ النهضة الاقتصادية تميل إلى الحرب، إدراكا منها أن الحرب محرقة للمال والرجال. فإذا نقف عند المال فمعنى ذلك أنه ستتأثر بشكل كبير جدا الصين في مسألة الحرب. يبقى البعض يقول طيب ما أكو تلويح بالخيار العسكري. نعم، هذه مثل نظرية الردع النووي، الكل يلوح بأسلحته ويستعرض سلاحه النووي، لكن الكل عندما تتحدث عن قلاعاته يقول لك ما استخدم السلاح النووي، لأنه تلقائيا سيكون التدمير شاملا لكلا طرفي النزاع. مسألة التلويح بالسلاح هي رغبة بالحقيقة في تحقيق نوع من الفواعل في ميدان إدارة الصراع، وأن الجهوزية والاستعداد حاضر، وأن الصين تناور بطائرة جي 20 على اعتبارها طائرة شبح وطائرة تفوق وما إلى ذلك قبال الاف 35. هذه بالحقيقة توازنات يجري الاعتماد عليها لإدارة صراع. ولكن هل سيصل الصراع إلى مسألة الاشتباك والحرب؟ أنا يعني في تقديري أنه الآن المعطيات لا تشي أن تكون هناك حرب، لا سيما بين الولايات المتحدة جميل. وبين الصين. وعقلانية كلا البلدين في الإدارة، القطب الأوحد والقطب الواعد، لا يصلون إلى مستوى تبني خيار حرب، قد تكون حرب شاملة ومدمرة، بل يتفاهمون على توازنات فيما يطلق عليه. وبالمناسبة هذه القضية ليست بعيدة عن روسيا. روسيا دخلت لأوكرانيا بمبرراتها منها القومي، ولكنها في ذات الوقت طرحت أدوات التفاهم في منطقة الشرق الأوسط. والآن كل المعطيات تشير لأن الولايات المتحدة وأوروبا ذاهبة باتجاه منطقة الشرق الأوسط لإيجاد بدائل طاقة، وهي هذه المحركات التي جعلت تركيا تتمرد على حلف الناتو وتتمرد على التحالف استراتيجي بينها وبين جميل. الولايات المتحدة، جعلت إيران تماطل في قضية اتفاق الـ5+1. ممتاز. إدراكا منها أن المعادلة ستصنع ما يطلق عليه بإقليمية دولية جديدة.